السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي سنة أولى. النهاردة إن شاء الله يا سنة أولى هناخد مع بعض حرف جديد. طيب بص معايا سنة أولى بقى الحرف الجديد اللي هناخده النهاردة يا ترى اسمه إيه؟ تعال نبص مع بعض للصورة اللي قدامنا هنا. دي صورة إيه يا سنة أولى؟ صورة سمكة. صورة إيه؟ سمكة. خد بالك معايا أنا قلت إيه؟ سمكة. قلت إيه؟ سمكة. يعني أول حرف نطقته كان حرف إيه يا سنة أولى؟ حرف السين. طيب بص معايا سنة أولى للشكل اللي جنبه. بص معايا، بص الشكل اللي قدامي، دي لعبة ايه؟ يا سنة أولى دي سفينة، اسمها ايه؟ سفينة. يبقى أنا قلت دلوقتي سفينة أول حرف نطقته ايه؟ أول حرف نطقته هو حرف السين. بص بقى معايا الشكل التالت هنا من الالعاب اللي معايا، دي ايه؟ سياره، اسمها ايه؟ سياره. يبقى اول حرف برضو نطقته يا سنه اولى حرف الايه؟ السي. يبقى حرفنا الجديد النهارده ان شاء الله اللي هناخده هو حرف السي. يبقى حرفنا الجديد النهارده يا سنه اولى ان شاء الله اللي هناخده ايه؟ اسمه سين. اسمه ايه؟ السين. يبقى حرفنا النهارده ان شاء الله اسمه حرف السين. طيب بص بقى يا سنه اولى يا شطار، احنا اتفقنا في الحروف اللي خدناها اللي فاتت ان كل حرف يا سنه اولى عندنا ليه كام شكل؟ تلات اشكال. ليه كام شكل؟ ثلاثه اشكال. ايه هي الثلاثه اشكال؟ في اول الكلمه، وفي وسط الكلمه، وفي اخر الكلمه. بص يا سنة أولى الشكل التاء، الشكل ايه؟ الشكل السين أول شكل ليه هو ايه؟ في أول الكلمة، في أول الكلمة. طيب شكل السين شكله ايه في أول الكلمة؟ شكل السين في أول الكلمة بص ماسك في اللي ايه؟ ماسك في اللي بعده، يبقى مادد ايده وماسك في اللي ايه؟ في اللي بعده، ده أول شكل لحرف السين ايه؟ في أول الكلمة. الشكل الثاني لحرف السين في وسط الكلمة ليه شكلين، يبقى في وسط الكلمة ليه كام شكل؟ اثنين. أول شكل ماسك في اللي قبله وماسك في اللي بعده، ادي الشكل الاولاني. طب الشكل الثاني، الشكل الثاني ماسك في اللي ايه؟ ماسك في اللي بعده. طيب الشكل الثالث للسين في ايه؟ في نهايه الكلمه. بص معايا حرف السين، بصوا شكله ايه؟ يا اما ماسك في اللي قبله خلاص، يا اما ايه؟ يا اما واقف لوحده، يا اما واقف ايه؟ لوحده. يبقى بكده انا عرفت اشكال حرف الايه؟ اشكال حرف السين. تعالى بقى هنا يا سنة أولى نشوف أشكال حرف السين في الكلمات إيه؟ إزاي بتجيلنا؟ اكتب كلمات تبدأ بحرف السين. طب عندك هنا كلمة إيه؟ تبدأ. تبدأ يعني أولها حرف الإيه؟ أولها حرف السين. طيب أول كلمة كلمة إيه؟ سمكة. كلمة إيه؟ سمكة. أولها حرف إيه؟ أولها حرف السين. طيب ساعة، أولها حرف السين. سيارة، أولها حرف السين. يبقى الثلاث كلمات دول يبدأون بحرف الإيه؟ السين. طيب الشكل الثاني لحرف السين إيه هو؟ كلمات، اكتب كلمات وسطها حرف السين. قلنا يعني ايه وسطها؟ يعني تقع في الوسط، تقع في النصف. تعال نقرا الكلمات مع بعض. فستان، فستان. فين حرف السين هنا يا سنه اولى؟ حرف السين اهو في الوسط. طب وحرف السين في وسط الكلمه ليه ايه؟ ليه شكلين. الشكل الاولاني ماسك في اللي قبله حرف الفاء وماسك في اللي بعده ايه؟ التاء. طب والشكل الثاني ماسك في اللي بعده فقط. زي ايه؟ كلمه اسد. كلمه ايه؟ اسد. هنا حرف السين في الوسط ماسك في اللي بعده. طيب هنا كلمة مسرور. كلمة ايه؟ مسرور. حرف السين اهو في وسط الكلمة ماسك في الحرف الذي قبله والحرف الذي بعده. طيب بص معايا هنا، اكتب كلمات تنتهي بحرف السين. قال لك كلمة تنتهي. تنتهي يعني اخر حرف بنطقه هو حرف السين. طيب بص هنا كلمات شمس. شمس اخر حرف نطقته حرف ايه؟ السين. طيب هنا السين واقف لوحده؟ لا، ماسك في الحرف الذي قبله اللي هو حرف الميم. طيب تعال نقرا الكلمه الثانيه، كأس. اخر حرف حرف ايه؟ السين. هنا حرف السين ماسك في الحرف الذي قبله او الذي بعده؟ لا، هو اخر حرف وهو واقف ايه؟ لوحده. الكلمه الثالثه وهي كلمه رأس، اخر حرف نطقته هو حرف السين. طيب اتفقنا مع بعض يا سنة أولى في الحروف التي سبقت ان احنا عندنا حاجة اسمها الحركات القصيرة. والحركات القصيرة اتفقنا ان هي عبارة عن كم حركة؟ اربع حركات: الفتحة، الكسرة، الضمة، السكون. طيب اول حركة عندي اللي هي ايه؟ الفتحة. طيب هتنطق ازاي؟ انا دلوقتي اقول سين كده بس؟ لا، طب ما في حركة يمس فوقيها. الحركة دي اسمها ايه؟ الشرطة اللي انت شايفها دي الصغيرة دي كده الميلة اهو،
اسمها فتحه، يبقى انا ما اقدرش اقول لك ده حرف ايه، تقول لي سين. طيب ماشي حبيبي، بس الحركه بتاعتها ايه؟ فتحه. يبقى هتقول لي س، اسمها ايه؟ س سين فتحه، س سين فتحه، س اسد اسد. يبقى هنا حرف السين ايه؟ مفتوح. طب تعالى نقرا سمكه سمكه، يبقى حرف السين نطقته مفتوح. طيب الحركه الثانيه هي ايه؟ الكسره. لما اجي تقول ايه؟ سين كسره، سي سين كسره، سي، يعني ينطق حرف السين مكسورا، ينطق حرف السين ايه؟ مكسورا. هنيجي نقرا كلمات سلسله سلسله، تغسل تغسل. عملت هنا في حرف السين كسرت حرف السين. طيب تعال نقرا مع بعض، سين ضمه سو، سين ضمه سو، سبوره سبوره. عملنا هنا في حرف السين، هنا حرف السين ينطق مضموما، ينطق ايه؟ مضموما. الواو الصغيره اللي انت شايفها فوق حرف السين دي مش واو يا حبيبي، دي عباره عن ضمه صغيره، فهنا بقول لك حرف السين ايه؟ مضموما، سين ضمه صو. نقرا الكلمات سبوره سبوره، يرسم يرسم. طيب بكده يا سنقول احنا خلصنا الحركات الايه؟ القصيره. تعالي ندرس مع بعض الحركات الطويله لحرف الايه؟ السين. طيب احنا قلنا يا سنقولة ان احنا عندنا انواع المد كم نوع؟ ثلاثه، مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو. تعالى نقرا مع بعض. انا دلوقتي هنا كاتبه حرف الايه؟ كاتبه حرف السين. ايه ده يا ميس؟ بس انت ايه؟ بس هنا حرف السين جنبه ايه؟ الف. الالف ديت مد، اسمها مد بالالف، اسمها ايه؟ مد بالالف، اسمها مد بالالف. طيب مين الحركه صاحبه المد بالالف؟ الفتحه. يبقى ينطق سين فتحه سا، سين فتحه سا، يبقى ايه؟ مد بالالف. تعال نقرا الكلمات، سين فتحه ساعه، يبقى فيها ايه؟ فيها مد بالالف. تمساح، يبقى ايه؟ مد بالالف. طيب تعال نقرا الحركة الثانية، سين كسرة سي. ايه ده؟ ليه طولت كده؟ لان ده اسمه مد بالياء. اسمه ايه؟ مد بالياء. ليه؟ بص، ليه شكلين، الياء في وسط الكلمة المد، والياء في اخر ايه؟ الكلمة. طيب مين الحركة صاحبة المد بالياء؟ الكسرة. يبقى سين كسرة سي. طب نقرأ الكلمات، برسيم غسيل. يبقى انا عملت ايه؟ كسرت السين وعملت فيها مد بالايه؟ بالياء. طيب الحركه الطويله الثالثه هي ايه؟ سين ضمه صب، سين ضمه صو. ايه ده؟ عملت ايه؟ في مد بالواو، مد بالواو. مين صاحب المد بالواو؟ الضم، الضمه. يبقى لما اجي اقول لك سين ضمه صو، سين ضمه صو. نقرا الكلمات مع بعض، نسور سوق، نسور سوق. فين المد بالواو؟ اهو المد بالواو، وايه؟ وهنا الحركة التابعة له هي حركة الضمة. بكده يا سنة أولى كده الحمد لله خلصنا حرف السين والحركات القصيرة والحركات الطويلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.